باقي 20 دقيقة أبو ماجد، باقي 20 دقيقة. طبعًا أبو ماجد عندي سؤال. أبو ماجد سلام. أنا أحب الشخص الغامض. أنت غامض وفي بعض المرات تصير حامض، بس ما عليه. طيب عندي سؤال، أفضل فقرة في البرنامج اليوم، يعني أفضل فقرة فرتش خبايا. لا اليوم أتكلم، أفضل فقرة من اليوم قصدي. إيه من اليوم، من الحين. صدق ما شفت سكريب. لا أفضل فقرة أنت فيها الحين إلى الآن المطبخ. ليش؟ فيها مقدم. مقدم إيش؟ أحبه. من هو؟ شو اسمه؟ سالي. يا أخوان ألف نقطة بدون ما يطبخ، ألف نقطة خلاص. طيب أبو عواد، أفضل فقرة عندك في البرنامج صدق، عطني إياها. أفضل فقرة، والله كل الفقرات لما أنا أبغى فقرة محددة. أنا أبغى فقرة يعني صدق، لا تصير يعني مثالي بزيادة. لا ما في مثالية، ما لها علاقة. أنا أشوف وجهة نظر، لكن ممكن المطبخ وسعد خبايا. يا خبايا، أنا أشوف الجميع مع خبايا. ليش؟ وش السبب؟ يعني أنا مو يا أخي خبايا. شوف أبغى ترى المقدم هو اللي يحيي الفقرة. يا سلام. أيوة. عشان كذا أنا قاعد أحييكم. يعني سعدون. ممكن يجي مقدم والله لو إن الفقرة جميلة ما تنسجم معه. يعني الفقرة قايمة مع المقدم. نعم. بقوة، هو اللي يحييها، هو اللي يرفع الرتم. يعني أنت ما تحب فقرة خبايا فقط؟ لا مو إني أنا ما أحب إلا فقرة خبايا، ولكن أنت قلت سألتني من أفضل الفقرات. طب الحين هل في فقرة في البرنامج قدمها يذبحها أو ما يحييها؟ إيه. مثل في البرنامج كانت في فقرات متشابهة لبعض. لا أبغى مقدم يذبح فقرته، مقدم يحيي فقرته. يعني تبي شخص؟ فقرة مقدم وفقرته، شخص وفقرته. أقدح أبو عواد، أنت في نسخة القادحين برئاسة ناصر الغامدي القادح. وجهة نظر يا أخي. أسلم، ها من؟ ما أذكر يعني من هو. إن جيت سلمان تقول والله ونعم. المطبخ جميري ومثل. وش الفقرتين المتشابهة كانت بداية البرنامج؟ ممكن أشوفها حقة أبو كاتم وفيصل هدلة. في العمق. إيه. كانت متشابهة مرة؟ متشابهة. جداً. بس أسلوب الطرح يختلف. فيصل ياخذ. طيب شو الأنجح، فقرة أبو كاتم ولا فقرة فيصل هدلان؟ الأنجح؟ أشوف الأسلوب بس اللي يختلف. أسلوب أنجح وشو؟ أبو كاتم ولا أبو هدلان؟ فيصل يعني ياخذ ويعطي معك. وكاتم لا شوي شديد، حازم وشديد. شد عليك ذاك اليوم؟ يجيب. لا والله بالعكس ما في شده. شوف طب طلعت باقل الاضرار ذاك اليوم ولا ما في ضرر؟ ابدا ما في ضرر. يعني سؤال مثلا ما يعجبني بامكاني اني اجاوب وبامكاني اني ارد عادي. فيعني خليت الموضوع باريحيه. ما باريحيه وابدا، اخذت الحلقه كامله باريحيه. ابدا ما طلعت ولا اي حاجه، واخذ واعطي مع الرجال باسلوب هادي. عبد الله كذلك، عبد الله حرب اخذ يعني ممكن اشوف حلقه عبد الله هادي مره. عبد الله عادي. يعني فقره بكاتب فقره عاديه ولا فقره يعني فيها لا عادية. انا مو انت سالتني مثلا فقرتين هي متشابهه مثلا، لكن يختلف طرح المقدم. قلت لك ابو كاتم اسلوب شاد شوي، وفيصل يعني ياخذ ويعطي معك بريحية. طيب وش انت ميل لفيصل ولا ابو كاتم؟ انا ابراهيم عواد اميل مثلا اسلوب فيصل. لانها ريح. ابصر. ابو كاتم يستخدم لغة الجسد كثير. يستخدم فرض الهيبة. يستخدم يعني هذه من اساليب الضغط على الـ على ترجع شخصية الرجل يا سالم. طب يعني هذا شيء يميزه. ممكن في اشخاص الان شخصيته هو ضعيفة وفي شخصية قوية. ما العلاقة؟ ابو قدم يعني ابو كاتم شخصية قوية. فممكن لو يجي شخص مثلا. انت تقول شخصية ضعيفة، في مقدم شخصيته ضعيفة؟ وين؟ في البرنامج؟ واجد. في البرنامج مقدم شخصيته ضعيفة؟ لا مو هذا، اتكلم بشكل عام. لا في البرنامج فيه؟ مو شخصية ضعيفة يعني شو اقول لك؟ أنا أبغاك تعطيني اسم. أنا سؤال عشان أعرف أجاوب. أبغاك تعطيني اسم. مقدم شخصيته ضعيفة وما قدر يدير فقرته في البرنامج.
أنا قاعد أتذكر المقدمين، بس لو تساعدني بقولك ترى. لا أنت مسألك 79، لك 79 يوم أنت أنت. أنا ما راح أعطيك أسماء، أنت اللي قلت، أنا مو بنا اللي قلت. أي طيب. عطنا. سلمان. ناصر الغامدي مختار نخبة من المقدمين، يقصد في شخصيات كوميدية. لا هو في شخصيات، هو يقول هو يقول في شخصيات. هو يقول في يعني في شخصيات، يعني قلت أبو كاتم شخصية قوية. حلو. أنت قلت أبو كاتم شخصية قوية. إيه؟ قلت كيف تميز الشخصية القوية؟ أنت قلت في مقدمين لهم شخصيات ضعيفة. قلت في البرنامج وتنتهي في البرنامج. لا لا. هل البرنامج كاريزما اثنين؟ في مقدم شخصيته ضعيفة يا إبراهيم عواد؟ خلك شجاع وجاوب. أنا أنا بالرادار ولا وين أنا؟ ولا مذاق؟ حبيبي. أنا صدقني والله شوف. خلصت الوقت أرفع ذا. لا 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 ما طول على النار لما يتسس. بعدين طافي هو. إيه توني طفيته. طيب هو 15 دقيقة مكتوب 10 دقائق. شوف احنا في مضغوط كاريزما اثنين. خله شو مضغوط سليك متعاونين سليك قاعدين نعيش مع بعض سليك نبحث عن الفائدة للجميع. لكن نرجع لسؤالنا، هل في مقدم شخصيته ضعيفة في برنامج كاريزما اثنين يا ابراهيم عواد او لا؟ انا بوضح. انا انت احنا جبنا مثلا مثالين على ابو كاتم وعلى فيصل هدلان. فيصل انا قلت يعني كلهم نفس الفقرة، هذا اسلوبه فرض هيبة، استخدام لقد جسد، ارتفاع الصوت. هنا فيصل هدلان هادي أريحية. ليس أن فيصل مثلا ضعيف وأبو كاتم قوي، لا أنا أتكلم على الأسلوب، يعني طريقة الأسلوب فقط. ولا ما أعتقد يعني أقعد أتذكر، لكن في مثلا في أشخاص بالحياة الآن كلهم متسابقين شخصيتهم قوية. لا شخصيتهم تفوق، بس بيض الله وجه. بيض الله وجه. لكن أتكلم عن المقدمين، ما انا من عشان اني انا اقيمهم وصاحب قناه جايبهم ومتعاقد معه. سلام صارت الفكره. الله يبيض وجهك ابو عواد. طبعا الحين راح ناخذ معكم تغريده وتغريدتين في شاركنا مشاعرك الوطنيه من خلال تغريده تترجم حبك للوطن بمناسبه اليوم الوطني السعودي.